يسعف منا. شكون اللي كان قلبنا؟ الله سبحانه وتعالى ولا عم على الانسان؟ بال مش الله الشيء اللي نديره فيه مش بقدرة الله. سي نورمال او باش مش بالقدرة نتاعو هو كاتب كلش هذه ومن بعدين يزعف. شوف انت كي راك تخمم في عقلك سي ميهوب. دروك انت كي زدت كارليون اسمعني اسمعني ميهوب، انت كي زدت زدت خليك من هذه، خلينا من هذه، خلينا من معليش غير تنطقتي كي كنت تقرا، كنت تقرا على على اساس مسلم ان شاء الله الحمد لله. بارك الله فيك. وانت غير بغيت نعرف غير ليدي تاعك انت كيفاش حتى وليت كيما نقولوا اطي هنايا في الالحاد. يعطيك الصحه بارك الله فيك. والله غادي نجاوبك باحترام. ما هو شكل الارض بالنسبه لك انت يا خويا؟ بكري كنا نعرفوها كيما نقولوا حنايا كرويه. ودروك ودروك بعد ان الله اعلم انا ما درتش عليها، ما درتش عليها بزاف، مي خرجنا في واحد لي فيديو اللي يقول لك الارض مسطحه. ارايت الى الجبال كيف نصبت، وهذيك الايات. مسطحه كي البيتزا ولا مسطحه كاع يعني مسطحه مدوره كي البيتزا هكا مسطحه؟ يا خويا انا ما قريتش عليها سيميهو، بس على الله سبحانه وتعالى يا خويا، الله سبحانه وتعالى كيما يقول لك يعرف عليها الامور. ما نكذبش عليك، هلا دخلتني في الارض روح ما فهمتش. لا لا غير عندي يعني ندير في واحد الستاتيستيك حبيت نعرف هذا. هذه الله اعلم ما عنديش ما عليها كيما يقول لك معلومه سيميهو. تحبني نعرفك، حاب تعرف عليها؟ انا خرجت من الاسلام. بارك الله فيك. سمعت باللي الرسول 54 سنه نكح طفله صغيره، تشوكيت ما نكذبش عليك، 10 ايام ما رقدتش. صح ما كانش مشكل تتشوكا، بصح كيما يقول لك مع الزمن يتبدلوا الامور. انت كيف ما تشوف هذا الصرات هذيك صرات ها صرات هذيك صرات دروك راهي تصرف. وي بصح حلال اليوم في 2024 في القران والسنه والاجماع حلال اليوم. واه راني معاك حلال، راني معاك. وي بصح كيفاش حاجه، اسمح لي، كيفاش حاجه العلم يقول لك هذه مرض؟ كي تروح انت في العلم دروك في الدي اس ام 5 العلم يعني العلم موثق يقول لك هذا مرض، بصح الله يقول لك هذا حلال، هذا المرض حلال. تقدر تفهمني في هذه المعادله هذه؟ كيفاه مرض بارابور هذه 51 سنه يتزوج بعد سنه يدخل عليها 9 سنين، هذا يسموه البيدو، هذيك مرض مصنفينه من الامراض، بصح الله يقول لك هذا العمل حلال. راني فاهمك، بصح اسكو راك تشوف فيها تصرا دروك؟ باسكو مع الزمن، مع الزمن يتبدلوا كيما انا هو انا استكحبتني. لا 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 وخلينا نتشيخوا كيما يقول لك، رانا نذاكروا مع في هذا الوقت اللي راني فيه. اسكو راك تشوفها سي ميهوب؟ وي راهي نعم نعم. شوف هذا رانا اوت اوف كيما يقولوا، رانا خارج النطاق، بصح ما كاش مشكل. نعم هي تصرى في الدول الاسلاميه في اليمن افغانستان، مام تصرى في 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 دول اخرى مصر الاخرى تاعو، تصرى مام في الجزائر. لا. في يمكن مش 6 سنين، ولكن بنات صغاراتهم يتزوجوا لانهم يتبعوا الاسلام. نعم هي تصرى في عده مناطق. نعم والله ما عندي معلومه. بصح اسمع، احنا ما ناش نهضروا على البشر، جامي نهضروا على البشر، نهضروا كيفاش الله كلي العلم كلي القدره يقول لك حاجه اللي مصنفه مرض اليوم بالعلم، يقول لك هذه حلال. مازال ما فكرتش فيها هذه. وهذاك العلم اللي جا، هذا العلم اللي جابوه يعلمه خير من الله سبحانه وتعالى؟ العلم زعما تاع بيدوفيلي ولا العلم تاع في المرض في الصحه؟ يعني انت 51 سنه يدخل على وحده 9 سنين ماهوش مرض هذا بالنسبه لك؟ ما تشوفش تشوفه نورمال؟ سبحان الله، اش غادي نديروا له؟ هذا رب هو اللي خلقنا، والحكمه تاع الله سبحانه وتعالى مع الانبياء، مش كيما البشر. نورمال سي ميهوب. يعني وشنو هذه الحكمه من 51 سنه مسلم؟ انا نهضر لك ماشي مسلم، انا نهضر لك اليوم حلال. كيفاش وهي الحكمه 51 سنه يدخل على طفله صغيره؟ حكمه الرسول نبي هذاك. وجاك ولا لوسيف؟ انا يعني ما نكونش عليك، يعني اوت اوف، يعني مي حاب نضرب راسي بحجر. ايش غادي نقول لك سي ميهوب؟ الله يهديك اخويا. اي انت نسالك يا كورليون، راك داخل لوتيل، كريت شومبرا في لوتيل هكذا، اوكي؟ ومن بعد سمعت شويه، ماشي العياط، مي سمعت حاجه هكذا نقولوا باللي حسيت باللي كاينه اون اورجونس. دمرت الباب هكذا ولقيت راجل، فهمت، كبير مع طفله صغيره، وراه يدير الحوايج هذوك اللي رانا نهضروا فيهم. واش راح تدير؟ تخليهم ولا تتدخل في هذا الزمن اللي نعيشوا فيه؟ نو في اي زمان، ما ملو كان في، نقولوا في الزمن، نقولوا يا خمس قرون للور.
كنت لا ماشي دروك كنت دروك ما ماشي كنت سامع طفلة صغيرة تاع 8 سنين 6 سنين 9 سنين، سمعتها هكذا شغل ماشي تعيط بزاف مي تبكي شوية، ومن بعد دخلت الدار هذيك ومن بعد لقيت راجل راه يدير الحاجة هذيك. ومن بعد واش تدير انتايا؟ هيا قولي. كاين فرق خويا العزيز ما بين الوقت هذاك، الوقت هذاك الطفلة هذيك راهي صغيرة وهذاك الرجل راهو كبير، واش راح تدير في الوقت هذاك تاع القرون الوسطى؟ هيا قولي. نهضر معليش، راه حاضر. كاين فرق ما بين القرون الوسطى كتهضر عليها انت وقت الانبياء، قولوا انت يا راك في القرون الوسطى سيدي، واش راح تدير في وقت القرون الانبياء. الوسطى؟ ما في القرون الوسطى واش تدير يا سيدي؟ ما يهمناش، راك لقيت راجل مع طفلة صغيرة. الى في وقت الانبياء تروح تشوف رانا في وقت العلم. الأنبياء أسيدي، رانا في وقت الأنبياء لقيت راجل 55 سنة 55 سنة راهو يدير حاجة مع طفلة صغيرة، واش راح تدير؟ تروح تشوف في المبعوث فيكم، في الرسول يكون مبعوث فيكم في ذاك يا الحدث. بنادم قلت لك راجل في القرون الوسطى ما راهوش رسول، بنادم هذا راه بنادم راجل 55 سنة وراهو لقيته دخلت للدار هذيك سمعت الطفلة هذيك تبكي شوية هكذا دخلت لقيته راه يدير صوالح هذوك معاها، واش تدير؟ ولا كانت حلال، لا راه يقولوا حلال، راه خارجه نازله في القرآن حلال. اها شنو غادي دير؟ شنو غادي دير؟ ما غادي دير والو، علاش غادي دير؟ ما انت 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 راني نهضر معاك، انت يا حلال ولا ماشي حلال، انت واش راح تدير؟ ما ندير والو، قلت لك بلي ما ندير والو. تخليها هكذاك الطفله هذيك. أولا كانت على سنة الله ورسوله. معليش صح، هذا اللي حبيت نعرفه. تعالى كيما نقولوا حنايا ماشي يضرب فيها ولا راهي يضرب، راه ولا برك راه يعذب فيها راه ولا برك كان يدير لها السوالح هذوك، هذا ما كان. ولا كانت كيما نقولوا لا كان الحي جاهر اي من حقها تتزوج. نو نو ما تعرفش، راهي عندها 8 سنين ما على بالكش، كيف ما على طفله بالي صغيره تبان لك ثمان سنين سبع سنين هكذا تسع سنين ما على بالكش، واش تدير؟ لقيتو راه يدير الحاجه هذيك، واش تدير؟ اسكو يكون خاونها من عند والديها ولا ما يا فهمتش. خويا لقيتو ما على بالكش كاع، لقيت برك الطفله مع الراجل هذا، واش تدير؟ والطفله تبكي، راهي تبكي يا سيدي، نتدخل ونعرف على هذه الطفله هي تبكي. ومن بعد يقول لك بلي هذه، هذا يقول لك بلي هذه عطاها لي باباها، عطاها لي باباها. ها تروح تشوف مع بابا اسكو هو فريمون عطاها له ولا عطاها له على سنه ولا سنه الله ورسوله. سافو دير لو كان يعطيها على سنه الله ورسوله تخليهم نورمال، معليش حاجه مليحه، اذا ماشي على سنه الله ورسوله ماشي مليحه، هذه هي. وا باسكو دروك ماشي يأدب فيها ولا راه يضرب فيها ولا فهمي ولا نو نو، راني نقول لك يعني درك الطفله هذه اذا كانت على سنه الله ورسوله حاجه مليحه، اذا ما كانتش على سنه الله ورسوله ماشي حاجه مليحه. بارك الله فيك، هذه هي، بارك الله فيك. فوالا انا هذا اللي حبيت نعرفه، هذا هو الاسلام، بارك الله فيك. وهذه كما يقول لك هذا هو الاسلام، وان شاء الله بربي كما نقولوا انتم تانيك راكم قريتوا الله يبارك ما شاء الله، راكم كما يقول لك تدبروا القران خير من الواحد اللي كما نقولوا حنايا براتيكو مسلم، الله يبارك. ومازال ان شاء الله بربي تزيدوا تقروا وتزيدوا تتقفوا، ان شاء الله ربي يهديكم وبالك تولوا كما يقول لك للدين الاسلام اللي دينكم الاول اللي زدتوا به، دين تاع والديكم وابائكم كما يقول لك. ما اخو كواتي اوكي ان شاء الله سياجك غازي لعندك، واش ان شاء الله بابا نوال يهديك. انا شويه كوري تهلاو في روحكم، السلام عليكم، ادعي بابا نوال يهديك. امين يا ربي، امين امين. دوك شوفوا مع الله سبحانه وتعالى هو اللي يهدينا اخويا العزيز. لا لا بابا نوال ثاني غادي نقول لك الله يهديكم سيو، باش ما تستهزوش بالدين بزاف جماعه، ما ناش نستهزو بالدين. رانا هذه كيما الهداية تاعك يا خويا ما كان ما ندير بها، ما ناش نستهزو بالدين صديقي. رانا جوست نخلوكم تهضروا وتوروا للناس ماذا ينص عليه الإسلام، وما هو المجتمع اللي راهو حايب يبني لنا الإسلام. يعني المجتمع اللي راهو يبني لنا الإسلام هو أنك تلقى راجل كبير تاع 50 سنة، تلقى راجل كبير تاع 50 سنة يمارس الجنس مع طفلة صغيرة تاع 8 سنين، إذا كان متزوج معاها من حقه، هذا هو المشروع الإسلام. شكرا جزيلا، أنا المشروع تاعي ماشي الإسلام، أنا لو كان نلقى واحد هكذا ما نخليهش. هذا يعتبر اغتصاب صديقي، إيه؟ على بالك علاش يعتبر اغتصاب ولا لا؟ لا علاش؟ دوك أنا نقول لك عكسة واحدة أخرى، أنا نقول لك عكسة واحدة أخرى واسمع مليح واش راني نقول لك. إيماجيني ماشي أنت اللي سمعت هاد العياط في الشومبرا، ماشي انت،
انا اللي سمعت العياط في شومبرا، انا اللي سمعت العياط في شومبرا. وكي دخلت لقيت راجل تاع 50 سنه مع طفله تاع 8 سنين في زوج ابوال. خلاص، واسمع مليح واش راح نقول لك، سؤالي راح يكون واضح. الطفله هذيك تاع 8 سنين بنتك. قل لي راك حايب انا كي نفتح الباب ونلقاها هكذاك، راك حايبني نكون مسلم ونطبق الاسلام وما ندخلش روحي، ولا نكون ملحد وما نخليهمش؟ واش راك حايبني نكون؟ لا زعما كتقولي على بنتي انا؟ ها؟ واش راك حايبني نكون مسلم وما ندخلش روحي؟ نعاون نغلق الباب ونخليهم، ولا نكون ملحد كيما راني وما نخليهمش؟ واش راك حايبني نكون مسلم ما ندخلش روحي، ولا ملحد وندخل روحي؟ راك تهضر ضربت المثلبية على بنتي انا زعما هكا؟ سي صا؟ زعما هكا وي. دروك انا بنتي على بالي بها وراي صديقي، راك حايبني نكون مسلم ما ندخلش روحي، ولا راك حايبني نكون ملحد ونعيط لابوليس وما نخليهمش؟ واش راك حايبني نكون؟ ما خصنيش. واش تتمناني نكون ملحد ولا مسلم يطبق الاسلام؟ نهضر معليش، الا جاوبني على السؤال نخليك تهضر حتى نشبع، الا طرح لي اكوتي اكوش هضروات راح نعاود نكوبي لك الهضره باش نعاود نطرح لك نفس السؤال. ما كاش مشكل، انا انت ما غاديش نخليك باش تشوف بنتي مع واحد عندها 50 عام. انا بنتي لا كانت مع واحد عندها 50 عام على بالي بها. اي دوك كي نفتح الباب ونلقاهم هكذاك، راك حايبني نكون مسلم، راك حايبني نكون مسلم نطبق الاسلام نعاود نغلق الباب ونخليهم ترونكيل، ولا راك حايبني نكون ملحد وندخل روحي ولا نعيط لابوليس ولا ما باليش انا؟ انتو كنسلك الطفله هذيك، واش راك حايبني نكون؟ واش تتمناني نكون مسلم يطبق الاسلام ولا ملحد؟ جاوب لي على السؤال هذا فقط. ما غاديش تسرار انا في 2024 هذه. واش تتمناني نكون مسلم ولا ملحد؟ انا نقول له انا في 2024 2024 ما غاديش تصرى هذه، راكم متخيلينها هذه. علاش ما تصراش؟ علاش ما تصراش 2024 هذه؟ ما تصراش باسكو رانا 2024، باسكو مع الزمن الوقت تبدل. داكور، وعلاش ما تصراش 2024؟ انا واحد من الناس ما شفتهاش في الجزائر. وعلاش ما تصراش 2024؟ وعلاش ما تصراش 2024؟ تزوجوا الله تاع 15 اون 15 اون تزوجوا بصح دروك ما كانش. وعلاش ما تصراش 2024؟ باسكو راه الوقت تبدل مع الزمن، تبدلت. حنجاوب في بلاصتك باسكو راه ما عندك مشكله، عندك مشكله في الاجوبه. اللي كانوا يسافروا على الناقه دروك راهم بالطياره. مليح مليح صديقي، ما تصراش 2024 لانه ممنوع، يعتبر جريمه في 2024. صح معليش غادي نعتبروها ممنوع، راهي ممنوع ممنوع ما كاينش مشكل، غادي نحترموا القانون ما كاينش مشكل ممنوع. تخي بيان، القانون هذا اللي منع، اللي منع هذا الفعل، هذا القانون اللي منع هذا الفعل اون 2024. واه تتفق معاه تساندو ولا راك ضده؟ شو اوبليجي انت شو اوبليجي؟ نو نو، هل تتفق مع القانون هذا وتساندو ولا راك ضد هذا القانون؟ شو اوبليجي نحترم القانون، انا غادي مع القانون. يعني ما قلتلكش لا تحترمه ولا لا، قلت لك هل تتفق معاه وتساندو ولا راك ضده؟ القانون طبقوا حبيتوا ولا كرهت راك تطبق القانون. الحكايه السؤال راهو هل انت تساند هذا القانون ام انت ضده؟ انا بيرسونيلمون، مازال ربي ما كتمنيش بنت، ربي يمد لي بنت ما نمدهاش لاج تاع 8 سنين ولا 9 سنين. صديقي نعاود، شوف مرة الاخيره نطرح لك سؤال، ولا ما تجاوبش انا نهضر ونقولهم علاش كارليوني ما راهش حايب يجاوب. نقولهم انا نقولهم علاش ماكش حايب تجاوب. طلعت نهضر مع بيهو تشغلي عليه، انا ما طلعتش نهضر معاك على باس. انا بيهو ماكش تشوف فيا، نشبه له خوه صغير انا. الو تبعني صديقي، تبعني القانون هذا اللي يمنع، القانون هذا راك حاب نغلق لك المايك كي على روحك انا كي تغلقان كي ولد صغير، راك حاب نغلق المايك كي ولد صغير. انا نقول لك كاين قانون في الجزائر دوك، كاين قانون يمنع راجل تاع 50 سنه غادي ما نعرفش كي نطيح. تهلا في روحك تهضر معايا كيما هكا. السلام عليكم. راك خايف ما تجاوب على سؤال كيما هذا اللي يحمي الاطفال، اسكو راك ضده ولا معاه؟ لا ما نخافش، خاف من الله سبحانه وتعالى. حاسب عندي غير تيك توك انا اللي هيفيك، حاسب اني نخدم في تيك توك انا. خاف غير الله. اما انا جاوبني على السؤال هذا، القانون هم تخرجت لي من بلا 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 بلا. القانون اليوم اللي راهو يمنع هذا الراجل تاع 50 سنه يتزوج مع الطفله هذه تاع 8 سنين، هذا القانون. خليني فهمك ما تفهمنيش، جاوبني على السؤال عبر الكلمه الوحيده راك تهضر هي الجواب على السؤال. ميهوب قلقني والله، لا قلقني ولا هضروا غايه نتاع كون لعبوا دخلت بنوادرك اشي تا خويا. الو القانون هذا اللي يمنع، اللي راه في الجزائر اليوم راهو يمنع على جيت 50 سنه يتزوج مع تاع 8 سنين،
90 دولار راك هودني بالضبط. هودني ما عرفتش كي نهود بهذا التيك توك هذا هودني. خايف تجاوب على بالك علاش راك خايف تجاوب؟ لانه لو كان تجاوب على السؤال هذا وتقول لهم نساند هذا القانون اللي راهو يحمي الاطفال، القانون هذا اللي راهو يحمي الاطفال من الاغتصاب، لو كان تقول لهم راني نساند هذا القانون راك راح تخالف كلام الله. وانت على بالك ماكش حايب تخالف كلام الله، علاش؟ علاش؟ باسكو مازالك، باسكو مازالك ولد صغير او خايف يروح جهنم ولا عذاب القبر. هذيك الحكايه هذيك الخرافيه اللي حكاوها لك كي كنت ولد صغير، كي قلت لهم قبيله بابا نوال. كيف كيف نأمن بالغيب، كيف كيف حكيت لك على بابا نوال ولا الحكايه تاع جهنم ولا الحكايه تاع عذاب القبر؟ كيف كيف مين المشكله؟ راك كبرت ومازالك تخافها انت، تالمو مازالك تخاف جهنم وتخاف عذاب القبر. كو معليش 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 تساكريفي لبنات صغار، معليش تساكريفي، ايه معليش تساكريفي، معليش تساكريفي بنات صغار. هذا كاع باش باسكو انت، باسكو انت تخاف، تخاف تروح لجهنم، ماكش حايف تخالف كلام ربي. الو سمعوني لي جان، انا ملحد، انا ما نامنش، انا ما نامنش بالخرافات هذه الله والرسول وجهنم. اي واسمعوا اسمعوا مليح الملحد كيفاش يجاوب على السؤال هذا. انا ضد ضد الكلام اللي يسمح راجل تاع 50 سنه يختصب طفله تاع 8 سنين. انا ضد ضد هذا الكلام، وضد اي قانون، وضد اي تشريع يسمح لراجل تاع 50 سنه يمارس الجنس مع طفله تاع 8 سنين. اي انسان عادي اليوم، فهمت، تعطي له ميم التصور هذاك اللي حكيته يجي له القيا، فهمت، يقول لك بيان سور ندخل باسكو عنده لا كومباسيون، على باله باللي الحاجه هذيك ماشي حاجه مليحه. الحاجه هذيك راه عندك طفل اللي راهو ابيزي، بصح الدين يمنع. هنا تفهم باللي الاخلاق ماشي من الدين جايه، فهمت، الاخلاق ماشي مصدر تاع الدين. هذا اللي صرا دركا يبرهن باللي الاخلاق ما جايش من الدين. من جايه الاخلاق؟ ها من عندك الا تبغيتها من عندك ديرها من عندك. صديقي جات من عندي ومن عندك، نعطيك مثال باش تامني، نعطيك مثال باش تامني. واه انا ما نامنش. واه كيما عندك السؤال اللي ضلوا يطرحوه العباقره تاع الديانه الاسلاميه، لماذا لا تنكح امك؟ نسقسي كارليون، وانت لماذا لا تنكح امك او اختك او مع باليش انا؟ لماذا؟ كيف لماذا؟ التفسير تاع القران ولا كيفاش؟ انت 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 نسقسيك انت كارليون، لماذا كارليون لا ينكح امه ولا اخته؟ لماذا؟ بسم الله سبحانه وتعالى قايلها في الايه نو دوك. الله هو اللي راهو يمنع فيك. بيان سور تسمى انت راك حايب من الله راهو يمنع فيك. وي نو استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي، خالد شوف جيتي كما يقول لك جيتي ايق. نو ماشي انني بقى حايب. اه ماكش حايب انت، سي نورمال، سي نورمال، امك هي ولداتك، اختك كبرت معاها. خايب يعني انت ما راكش حايب، يعني انت ما راكش حايب تصورها في راسك هذه؟ مالاش نسمعوا فيك. انت قاعد تصورها في راسك؟ مانيش مانيش نفهم فيها يا هوكا. سقم صوت تاعك، قال لك تصورها في راسك؟ سقم صوت تاعك. واش نصور في راسك؟ تصورها في راسك؟ يا صديقي جوستومون على بها راني نسقسي فيك، على بها راني نسأل فيك. هل انت هل تريد، هل انت تريد راك حايب ولا ما راكش حايب؟ انت ما راكش حايب ولا ما راكش حايب؟ ما عنديش هذا اللي دي في راسي انا باش نبغيها. ما عندكش، شكرا. يعني الله 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 راهو يمنع فيك دير حاجه انت ما كنتش رايح ديرها. لا بصح الله سبحانه وتعالى كان على باله بلي كان اغبياء اللي يخموا في هذه الامور ما كاش ما كاش مشكله بور لو مومون يا اخي. انت ماشي تخبي، المهم المهم انت ماشي غبي، راني نهضر معاك انت. كي يجي غبي يهضر معايا نهضر معاه، بيسك انت ماشي غبي نهضر معاك انت. انت ما راكش حايب، انت لا تريد انه تنكح امك ولا اخوك. ما راكش تهضر معايا، انا مع كورليون، انا ما عنديش هذه ليدي في راسي. ما عندكش هذه ليدي، يعني الله الله راهو يمنع فيك دير حاجه انت ما راكش حايب ديرها. راني نهضر لك على الاغبياء، ربي على بالها بلي كاين ناس معقل. صديقي اهضر لي برك على روحك، من فضلك من فضلك اهضر لي برك على روحك. هذه في هذه الدنيا ربي ما خلقنيش واحد يسين سوسيتي. انا مش مكذب عليك، ما كذبش عليك، ما نعرف حتى غبي حاب ينكح امه ولا اخته. نعرف امراض اللي عندهم امراض نفسيه، هذه كلام الله ولا ماشي كلام الله عنده المرض هذا. نهضر معك انت
لا كاينين هل الناس اللي ماشي مرض يا صديق انت وهم نهضر معك انت تنتمي لهاد يدبرس الناس؟ يدبرس بهذيك بهذيك الحياة يدبرس بها بهذيك بهذيك يدخل لزنقة الهبال كما يقولوا فهمتني ولا لا؟ ومن المهم طرف الثعيب هوبا اون بيان ديسكوتي انا نهضر مع شخص ما على بالوش الى الارض مسطحة ولا كروية. لا لا ما على باليش علاش ندير بها ما لا اسمعني بيا واش حق لك صديقي انا مسطحة ولا معليش مكورة. معليش انا ما نامنش بالله ما نخاف منه ما والو خرافة انا عندي اي بورتون ما شحن نكح امي ولا اختي باسكو ما عنديش هاد الشهوة ما رانيش حايب راك تفهم هذه هي الاخلاق اللي عندي انا وهذه الاخلاق اللي عندك انت تاني ما راكش حايب ماشي ما راكش ديرها باسكو الله راهو يمنع فيك تسمى الله لو كان ما يمنعكش ديرها بيان سور كو نو ما ديرهاش كيما نو يعني ما راكش تسحق كلام الله ما راكش تسحق كلام الله يعني الايه هذه حرمت عليكم امهاتكم سوره النساء الايه رقم 23 كانت في الجاهليه ما خرجناش ديال 2024 كانت في الجاهليه الناس فهمني ولا لا دوك قبل الاسلام تري بيان دوك قبل الاسلام في الجاهليه كانوا ينكحوا يماتهم وخواتاتهم على بال الناس اللي كانوا عايشين الناس كانوا والله شايف ما كاش مشكل يعني حبيت تقول لي قبل ما ينزل الاسلام الرسول عمو ابو بكر عمر علي هادو كاع كانوا ينكحوا يماهم وخواتاتهم يعني نقول لك بكري كاع افون كاع جاوب لي على سؤالي هل قبل ما تنزل هذه الايه لا 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 ما على باليش على هذه ما نجاوبكش جاوبني نعم ام لا قبل ما تنزل الايه هذه انا ما نعرفش ما كنتش حاضر معاهم في رايك قبل ما تنزل الايه هذه ابو بكر كان ينكح مع يماه ما على باليش ما على باليش ابو بكر كان ينكح يماه ما على باليش كان صار انا كعيش ربما كان ينكح يماه شكرا كارليون 2024 ابو بكر وعمر بن الخطاب قبل ما تنزل الايه هذه كانوا ينكحوا يماهم شكرا جزيلا كارليون شكرا كارليون شكرا لا ما تهدرش عليهم كيما هما كنت عايش معاهم على بالك هذه تاع زين المحارم هذه اللي تهضروا عليها وكان تشوف المصريين باش نوري لكم الدين كيفاه يؤدي سي لا ميم شو سي ان باراليل مع واش صرا مع كورليون واش اسمه كارليون واش اسمه لان باراليل مع واش صرا يهضروا لك على زين المحارم اليوم عند المسلمين حاجه يعني بغيضه حاجه يكرهوها كاع الناس ماشي اخلاقيه الحاجه هذه في عصر تاع المصريين هذوك القدامى سيدي نهضروا ولا واش نهضروا اون جينيرال اوكي كانت معظم الناس ما تديرش هذيك زين المحارم ما كانش حاجه اللي راهي غاغ عند الانسانيه يعني ما يديروهاش بزاف الناس وكلشي يبغضوها ما من بكري كانوا يبغضوها بصح كاينين الناس وين كانوا يديروها اوبليجي عليهم يديروها واشن هذه ناس وين هذوك اللي تسميوهم الفراعنه اللي كانوا الفوق كانوا مامنين باسم الدين كانوا معليش تغلق المايك يا اسكندر اماريا كانوا مامنين بالدين تاعهم باللي لازم الدم تاعهم يبقى صافي وباش يبقى صافي لازم يتزوج مع اخته باش يولدوا الدم هذاك الصافي وما مقدسين كانوا يبانوا عندهم مقدسين لازم الدم هذاك يبقى في لافامي دونك واش كانوا يديروا كانوا يديروها في لافامي تاعهم فهمت شكون دفعهم الدين كيما انت يا كارليون لو كان ماشي الدين تشوف الطفله هذيك مع الراجل هذاك تاع 50 سنه معاها راح تتدخل تجبد يماه هذاك ودير حوايج باش يبعدلها بصح كي جالك الدين قالك بلي الحاجه هذه نورمال ما راحش تديرها وتصور بلي الطفله هذيك تقدر تكون بنتك طاحت مع واحد كلب كبير 50 سنه يدير فيها الحاجه هذيك وتكون وانت واش تفضل واحد ملحد ما عندوش الاخلاق الاسلاميه يكون ثم باش يسلكها ولا تفضل مسلم عنده اخلاق اسلاميه وما يسلكهاش علاه باسكو عنده الدين تاعو يقول راكم متزوجين اما لا خلي فهمت على سنه الله ورسوله على سنه الله ورسوله اما لا اغتصبها فهمت هنا تفهم باللي الدين ماشي هو مصدر الاخلاق وبلي مام كاين سوفون دي كا وين الدين يتعارض مع الاخلاق ويناقضها الاخلاق هذه فهمت الانسان اللي ما عندوش الدين راح يكون اخلاقي والمتدين هذوك بسبب الدين تاعو ما راحش يكون اخلاقي راح يكون انسان بغيض انا يا سي بون بالك مي هو بلي عنده اوكي انا وي ماريا اسكندر ولا انا حبيت تقنعوني بحاجه معليش يا اخي طلعت باش تقنعوني السلام عليكم
سلام. واش راك دير انت براسك هكا؟ سخن راسك واقيلا. حنا ما نقنعوش مدام، انت ما تقنعينا، حنا ما نقنعوك. انا حابين برك نعرفوا لا علاش انت راكي مقنعه بالافكار تاعك. لا، انت نسقسيك بك، انت هذا الشحم اللي عندك واللحم والعينين، شكون اللي خلقك برك؟ قولي بك شكون اللي خلقك؟ واحد ما خلق لي مدام، كيفاش جيت؟ ولدتني يما. يما كي شكون اللي ولد، شكون اللي خلقها؟ ولدتها يماها. بصح كيفاش؟ حبيت نعرف كيفاش، باش حبيت نولي ملحدة أنايا، كيفاش؟ علاش قلنا لي نولي ملحدة بعد، مدام ما باش نشوف كيفاش؟ مدام لازم انت تسألي روحك هذا السؤال، علاش راكي مقنعة بالإسلام؟ أنا نقدر نقول لك علاش ما راكيش خليني مقنعة الإسلام، بالإسلام. قول لي أنت كيفاش عندك قلب وعندك شرايين ويمشوا هذا الدم، وكيفاش القمر والنجوم كون ما كانش خالق لهذا الكون وخالق والخالق لهذا هذا الإنسان؟ والخالق هذا الخالق هذا تبعيني مليح مدام، آه إذا تامني أنت بوجود هذا الخالق، هل أنت نعم، ماه مجبرة أنك تأمني أن هذا الخالق هو براهما إله تاع الهندوسيين؟ كيفاه؟ بما أنك تأمني بخالق، تما كي تشوفي نجوم راكي تشوفي سحاب راكي تشوفي شجر وما باش وشنو، دوك لازم خالق. إذا راكي تأمني به لازم تأمني ببراهما، الإله براهما تأمني به. كيفاش نعمل بيه؟ انت مريض، ستاتيو نعمل بيه، صنم نعمل بيه انايا. ماشي ستاتيو هذا، إله براهما. كاين مليار ما شخص نعرفوش، يؤمن انا بهذا الإله. مانيش هندي، انا جزائرية اخويا. معليش معليش، دونك راكي جاوبتي على السؤال، تقدري تأمني بخالق بلا ما تأمني بالإله. بلا ما تأمني بالإله. بلا ما تأمني ب... وش صرا؟ ألو؟ ألو؟ نسمعوا فيك، نسمعوا أه فيك، تخي بيان، نو صرا نسمعوا مشكلة. فيك. دونك راكي قادرة تأمني بوجود الخالق بلا ما تأمني بإله تاع الديانة، هي الديانة تاع الهندوسية. تقدري تأمني بخالق وما تأمنيش بالإله تاعهم اللي جات من الديانة تاعهم. دونك فهميني علاش راكي تأمني بالخالق، وهذا الخالق تأمني بليك هو الله، يعني الإله تاع الإسلام، علاش؟ بيسك ما كيش تأمني بليك هو الإله تاع الهندوسيين، راكي تأمني بليك هذا الخالق هو الله، الإله تاع الإسلام، علاش؟ اخويا بصح ما هذاك كيفاش، بصح هذا رب، هذا يا رب هو اللي قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم لا يكن له كفوا مدام احد. عندهم الهندوسيين تاني عندهم كتاب وين براهما يقولهم بليك خلقهم، بورتون تي ما تامنيش به، على بالك بليك هذه خرافه، علاش تامني مالا بهذا الكتاب اللي يقول لك بليك الله هو اللي خلقنا؟ علاش؟ اعطيني سبب واحد مقنع، يعني عقلاني ومنطقي. هاكي تشوفي مدام، اخويا سألتك انا سؤال، سألتك سؤال شويه كومبليكي باسكو راني ندير ثقه في الذكاء تاعك. اعطيني لا بروف بليك مانيش غلط، راني درت ثقه في الذكاء تاعك، السؤال اللي طرحته لك راهو صعيب. يا خويا انا نعمل بربي، باسكو كاين معجزات في الدنيا انا نشوف فيهم، معليش وكاين موراهم ربي سبحانه. آمني بربي إلا حبيتي، علاش ربي هذا ماشي هو براهما وهو الله؟ علاش؟ باسكو واش اللي ربي قنعك؟ كاين اي فاش قنعني، كيما نقول لك فاش كاين حاجه تقنعني، انه كاين في الـ في الـ في, في الاردن بحر مالح وبحر حلو، ربي نزل آية قبل ما يديكوفريوها العلماء، وبينهما برزخ لا يبغيان، وبأي آيات ربكما تكذبان؟ ما قالها يعني بحر أبراهام، لا نشكوبي، قالها ما ربي كانش في مشكل. القرآن. معليش معليش، يعني في الأردن كان بحر مالح وبحر حلو هكذا، حلو وكي ما تخلطوا كانوش ما يتخلطوش، ما كانوش على بالهم شافوها بحر... الناس ولا لا شافوها الناس الحاجة هذه بيان يعني... شافوها الناس. اوكي، وين يعني راهي المعجزة؟ كيش الناس كانوا على بالهم، الى الناس كانوا على بالهم بلي كاين بحار حلو، الى الناس كانوا على بالهم بلي كاين بحار حلو وبحار مالح، والله وفي القرآن قال كاين بحار حلو وبحار مالح، أين هي المعجزة؟ كيف؟ ما تكون في القرآن يا خويا قبل آلاف السنين. الناس كانوا يعرفوا بلي كاين بحار مالح وبحار حلو، اللي كانوا يسكنوا تما كانوا على بالهم ولا ما كانوش على بالهم؟ ما كيفاش كانوا على بالهم ولا ما كانوش على بالهم؟ نقول لك مذكوره في القران، هو لقاها كوستو، كي لقاها كوستو هضر عليها، قالوا للمسلمين حنا عندنا هذه في القران، ما لقى حتى واحد لقاها كوستو هذه. كوستو في القران واش تضحك خويا؟ صافي شنو يقول لك؟ لا شوفي شوفي، لو كان يقول لك الله
لو كان يقول، اسمح لي يا جاك، لو كان يقول لك الله كاينه الشمس، كاينه حاجه واسمها الشمس، اسكو هذه معجزه؟ ما معليش معليش، كان يقول لك الله في القران كاينه حاجه واسمها الشمس، وانت يا شفتي بلي كاينه الشمس وخرجتي برا شفتي ماشي الله الشمس. ماشي الله مش يا دي سيتات جو في تدي. لو كان براهما، براهما يقول لك كاين الشمس معليش وي باسكو il faut qu'elle se dégage du sacré pour qu'elle comprenne le sens de la question. فازي اوكي. نقولوا بلي براهما ولا اله تاع ميهوب، نيمبورت الرب تاع ميهوب ولا براهما، قال لك كتب لك في كتاب بلي كاينه الشمس اوكي وخرجتي برا. خليني نكمل خليني نكمل. خرجتي برا شفتي الشمس، اسكو هذه معجزه ولا ماشي معجزه؟ براهما يقول لك انا ما نعملش براهما تاعنا من بربي وش مزال. معليش ما قلت لكش تامني به ولا ما تامنيش به، ما قلت لكش تامني به ولا لا لا. براهما كتب في كتاب تاعو باللي كاينه حاجه في السماء واسمها الشمس، وخرجتي راسك من الطاقه شفتي باللي كاينه الشمس، اسكو هذه معجزه ولا ماشي معجزه؟ المعجزه اللي قال لها ربي سبحانه، انا ما نعملش براهما. لا هذه ماشي معجزه. مادام عندي واحد النظريه برك تقدري تعاونيني نتحقق بها ولا نكذبها. النظريه تاعي تقول، عندي صوت هنا فوالا، عندي نظريه تقول انه باسم الديانه نقدر ندي اي شخص يقبل الذل. واش رايك، نظريه صحيحه ولا خاطئه؟ باسم الديانه ندي يقبل الذل، ندي وكان نستعمل السلطه تاع الديانه نقدر ندي اي شخص يقبل الذل على نفسه، الحقره على نفسه يقبلها ويسكت. هذه النظريه تاعي، في رايك صحيحه ولا صحيحه ولا خاطئه؟ لا لا النظريه تاعي غلط. شكرا. معليش، هل الله في سوره النساء 34 سمح ويعني قرر انه المراه اذا كانت نشز راجلها يقدر يضربها؟ بصح الرسول وصى النساء واوصيناكم بالنساء كيفاش يضربها؟ هل الله، الله نهدرك على الله ما تهدريش على الرسول، بعد نهدر على الرسول الا حبيتي. الله قال وان خفتم نشوزهن فاضربوهن، تعرفي الايه هذه؟ انا عطيت لك تحبي ما تروحي تقرايها، سوره النساء الايه 34 الله قال سمح للمسلمين انه الى راجل الى مرته كانت ناشز، يعني بار اكزومبل فوالا ناشز ما تاخذلوش الراي. ناشز ما تاخذلوش الراي، هذا ما كان يعني في كل الاشياء. بار اكزومبل حب يرقد معاها قتلوا لا لا راهي ناشز، ولا قالها ديري هادي ما حبتش راهي ناشز. الله قالوا اضربوهن، اضربهم. دونك الله الله راهو سمح للمسلم انه يضرب مرته الا كانت ناشز. وانت ماريا تقبلي راجلك يضربك؟ انا ما نحبش الضرب وجامي نو صراحه. ما تقبليش راجلك لا. يضربك يعني راجلك ما عندوش الحق يضربك اذا كنت ناشز؟ لا لا يعني انت باش نتفاهموا بيها، انا متفق معك وشكرا جزيلا على الجواب هذا. انت راك يعني راكي ضد كلام الله اللي عطالو الحق هذا. انت كي تقولي ما عندوش الحق يضربني، والله قال انا ما عنده الحق يضربك. لا لا ما نحبش الضرب انا، ما واحد فينا ما يحب الضرب مدام. انا حبيت نعرف انه انت ما عطيتيلوش هذا الحق لراجلك، الله عطالو هذا الحق، يعني انت والله ماكوش متفقين، شكون اللي عنده الحق انت ولا الله؟ ولا ربي سبحانه يدير واش يحب والانسان هو. شوف ماشي هذا هو السؤال يا شوفي يا ماريا، ماشي هذا هو السؤال. كيما عندنا نقول ولينا الطفله تاع 9 سنين، سمح لي الطفله تاع 9 سنين هاد لا ديسونونس كوغنيتيف جو لا شيرش مو. اسمع 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 يا خو، الطفله تاع 9 سنين يكون عندي بنتي تاع 9 سنين ما نزوجهاش مستحيل. معليش معليش السؤال جهنم. معليش مدام باش نتفاهموا بيان، يعني الا راكي ديري كل المجهود تاعك باش ما تجاوبيش على السؤال تاعي، يعني السؤال تاعي راه حرجك شويه، يعني حشمتي من السؤال تاعي. وراني فاهم فوالا، مي هذه الديانه تاعك مدام، ما تقدريش تحشمي بالديانه تاعك، باسكو يلحق واحد يحشم بالديانه تاعو يعني الى اونت دو سا ريليجيون، هذه غراف شويه. على بها حنا عاود نسالك سؤال وانا اسفه. الله قال كلام عطى الحق للمسلم
انه يضرب الزوجه تاعو، عطالو الحق. انت راكي تقولي الراجل ما عندوش الحق يضرب مرته. كلامك وكلام الله راهم متناقضين. شكون اللي عنده الحق؟ ما تقدروش في زوج عندكم الحق، المسلم عنده الحق يضرب مرته وفي نفس الوقت ما عندوش الحق يضرب مرته. لا، كاين كلام واحد برك لي صحيح، اما عنده الحق يضرب مرته اما ما عندوش الحق. انت كي تقول لي ما عندوش الحق، الله راه يقول عنده الحق. شكون اللي راهو غلط وشكون اللي راهو على حق، انت ولا الله؟ ماشي ماشي يا خويا، انا اللي غلطه ماشي الله اللي غلط. بصح بالك ما نقبلش الضرب، ندير واش اللي يعني راسي الله... يعني الله كلام الله هو الصحيح، الراجل هو عنده صح. الحق يضرب مرته، الراجل عنده الحق يضرب مرته. بصح انا باش ما يحكيش انا ما يضربنيش، معليش ما معليش امر ربي يعني... انا نستعرف. معليش معليش، يعني كلام الله هو الصحيح، الراجل عنده الحق يضرب مرته، هذا هو الكلام معليش. الصحيح. يعني راجلك، راجلك انا نهضروا في الحق، في الحق فقط، راجلك بكلام الله عنده الحق يضربك. بصح انا ما نوافقش. شكرا، مي عنده الحق. ربي قالوا عندك الحق، عنده الحق، واش نديروا؟ احنا عنده عباد الحق. الله. اذا النظريه، اذا النظر اذا النظريه تاعي اللي كانت تقول باسم الدين نقدر ندي اي شخص يقبل الحقره ويقبل الذل، نظريه صحيحه. انا استعملت كلام الله، انت امراه راكي قبلتي الذل وقبلتي الحقره من عند راجلك، عطيتي له الحق انه يضربك. كاين مشكله شويه. دوكا راح نسالك سؤال الاخير، فريمون سؤال الاخير، وما نطلبش منك ما نطلبش منك تجاوبيني، خمي خمي عليه برك. مدام، في رايك، في رايك هذا الخالق اللي كنتي تهضري عليه، اللي خلق شجر الكواكب، الشمس، النجوم، المجرات، الثقوب السوداء، هذا الخالق هذا اللي خلق كل هذه الاشياء، هو اللي هضر مع واحد من الصحراء في القرن السابع قالوا عندك الحق تضرب مرتك؟ ولا ربما ربما هذه الفكره، هذه الفكره انه الراجل عنده الحق يضرب مرته، هي فكره جات غير من الصحراء هذيك تاع السعوديه في القرن السابع، هما كانوا يخموا هكذا كي البهالل باسكو يحبوا يحقروا المراه. فراك هذا الاله اللي خلق راح يعطي الحق للراجل انه يضرب مرته؟ هذا الكلام هذا مستحيل يكون عند اله، ما يقدر يكون غير عند بشر عايش في 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 في, في الجهل في القرن السابع، يقدر يقول له اضرب مرتك. نزيد اكثر من ذلك، في رايك هذا الاله يعني يعطي الكلام يدوموندي عند يدوموندي للمراه يقولها احجبي روحك خبي شعرك، في رايك، في رايك اله خالق الكون، خالق المجرات، خالق كل هذه الاشياء، النجوم، راح يدوموندي للمراه تخبي شعرها؟ في رايك هذا الكلام ماشي كلام تاع تاع الجوهره تاع القرن السابع اللي كانوا يحقروا المراه، كلام خبي شعرك وإلا مرتك نشز يعني ما تاخذلكش الراي اضربها، انت 50 سنه عندك الحق تتزوج مع تفاتع 6 سنين. هذا الكلام كلام إله، خمو شوية، خمو شوية. شكرا مدام، لا حفظك صح يشفى الله. ميرسي ماريا، يعطيك صحة، برافو برافو ليك. ميرسي ميرسي مدام، ميرسي، برافو جاكو لوسيفر. الظلمة هنايا شكون اللي ظالم، هي ولا ربها؟ الظلمة هنايا استاديو، هي إذا شافت من سون بوان دو فيو فريمون لو بوان دو فيو تاعها باللي ما لازمش يضربها راجلها وما تعطيلوش الحق، شكون هو الظالم، هي ولا ربها؟ باسكو هذا هو هكذا يفهموا هما، يعني بون راني جينيراليزي، في الاسلام هكذا تفهم ظالم ولا ماشي ظالم، فهمت؟ انا تشوف لا ديسونونس كيفاه مخدومه، كيفاه يعني لا بروفوندور تاع لا ديسونونس كوغنيتيف وين تروح. وي وي، وقال لك الناس راهم يكتبوا، قال لك السلام عليكم. وي تفضل خويا من بعد. تسمحوا لي دقيقة، اسمح لي اخي دقيقة، برك حبيت نفهم برك منين جبتها زعما انت هذه، باللي احنا في الدين تاعنا في الاسلام يعني ربي سبحانه موافق ان الرجل يضرب المرأة، ما كانش من هذه. سني ولا ماشي سني؟ اه انت سني، منين جات هذه؟ شوف حبيبي دقيقة، برك تحب تهضر مثلا ايهاب، ايهاب باش ما نهبطكش، انت من اهل السنة والجماعة ولا قرآني ولا شنو؟ انا اخي نايم بالقران، انا طالع عندي انا روح. كاين واحد اللايف ادروات نتاع اهل السنه والجماعه راهم يهضروا، روح قول لهم هذا الكلام تشوف كيفاش يطيروك، غادي يحوزوك حتى اليوم الاخر نتاعك، انه حنا نهضروا مع مليار ونص مسلم مع 98% من المسلمين الجزائريين ولا 99. السلام عليكم.
أنا مصالحك. معليش نهضروا مع الأخ جاكو هذا اليوم صباح يتحدث. تفضل أخويا. خونا جاكو، أنت قلت أجاز الرجل، سمعت أجاز الله نكاح المرأة 6 سنوات أو 8 سنوات، ممكن تعطينا دليل من كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ غادي نعاود قبل ما تقرا السنة، ولا ماشي؟ هل أنت من أهل السنة والجماعة أخويا؟ نعم من أهل السنة. نعم نعم من أهل السنة والجماعة. سؤاله باين لك من أهل السنة. نعم الرسول بذاته دار هذا الفعل. الرسول عندما تزوج مع عائشة هو كان في عمر 51 سنة، وعائشة كانت في عمرها 6 سنوات، وهذا حديث صحيح تحب تروح تحوس عليه. كاين ممكن اكثر من تعطينا 20، معليش كاين اكثر من 20 حديث يتكلم على هذا، نمد لك المشهورين فيهم. صحيح بخاري 5134، صحيح مسلم 1422. شوف انا فهمت في مساله، نفهمك هذه مساله فقهيه. سمعت الاخ جاكو؟ لا لا قبل ما تفهم لي مساله فقهيه، معليش تقرا لنا الاحاديث هذه ولا نقراهم لك انا؟ نعم نعم الله سبحانه وتعالى قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم فصلت هذه قلت لي الآية. أعطيني دليل أنه هذا الفعل أجاز به الله. قلت لك أنه هذا الفعل قام به الرسول، وهذا الفعل ليس من خصوصيات الرسول. خلاص يعني تروح تقرأ الإجماع تفهم أنه هذه الأحاديث تستعمل في الإجماع لكي ينص على أنه زواج صغيرة يعني رجل 50 سنة يتزوج مع تفتح 6 سنين حلال في الإسلام، باستعمال الأحاديث مثل الأحاديث اللي أعطيت لك، وباستعمال آية من القرآن اللي هي سورة الطلاق الآية رقم 4 يعني 65 4، والمحصنات من النساء أنو هذه 24 غلط ولا يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني واللائي لم يحض عدتهم في الطلاق عند الطلاق 3 أشهر. وشكون هما واللائي لم يحض؟ نحن نقراو التفاسير تاع الطبري، ابن كثير، بغاوي، السعدي، الجلالين، ابن مسعود، كلهم يعني كاين اجماع على هذا. واللائي لم يحض هما البنات الصغار اللي مازال ما بلغوش، يعني كي يطلقوا العده تاعهم 3 أشهر. وشكون اللي عندهم العده في الاسلام الا الطفله، الا الزوجه اللي تزوجت وصارت دخول عليها، يعني راجلها دخل عليها ومسها كما يقول لك، كما هي مكتوبه في سوره الاحزاب الايه 49، لا عده على نسائكم اللي طلقوهم اللي ما مسيتوهمش، ما ديروش عليهم عده. اوكي بكل هذه الاشياء انا عطيت لك على الاجماع، تحب من تحب تسمع درك الشيخ صالح الفوزان ولا يعني اخرين اللي يقولوا لك انه زواج صغيره حلال في الاسلام. نعم انتهيت من كلامك. سالتني عن انا اتفق معك. نعم زواج صغيره حلال في الاسلام لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هي تسال اهل الاختصاص. الفتاه هذه اولا تذهب الى الطبيب اذا كانت تستطيع الزواج، سمعت، في سن 8 ولا 10 ولا 9، إن أجاز لها الطبيب الزواج فتتزوج، إن لم يجوز لها الطبيب الزواج فلا تتزوج، هذا حرام، هذا أهل العلم كلهم. يعني عائشة راحت أول شيء تسأل أهل الاختصاص، تذهب إلى الطبيب. إيه عائشة راحت للطبيب كي تزوجت مع الرسول 6 سنين. كاين صوت عائشة راحت للطبيب، هذا كان ثم أطباء تذهب إلى الطبيب. عائشة راحت للطبيب، عائشة راحت للطبيب كي تزوجت سمعت دوكا الآن أنا نعطيك كي تزوجت ما عنده مشكلة في الإنترنت، عنده مشكلة من راك روطار بزاف. روح جيب لنا الحديث اللي يقول بلك عائشة راحت للطبيب وعند جينيكولوج ودلها على بالك. هذه تاع اهل الاختصاص تضحكني، سيتادير باش ينكحها يقول لك روح شوف اهل الاختصاص يعني لو ميدسان، ومن بعد انت تجيب له دي اس ام 5 وتقول له واش تقول لا بيدوبسيكاتري واش يقول واسمو، هذا تاع اهل الاختصاص يقول لك هذا نو. فهمت؟ افهم انت يا درك اربعه وي تفهم. يقول لك اهل الاختصاص ما يقصدش اهل الاختصاص تاع الميدان، يقصد الشيوخ.
هنايا نو لوكيورونس قال لك لو ميديسان اهل الاختصاص هنايا، اذا كان اهل الاختصاص تتعامل معاهم تعامل بالبسيكولوج ثاني بيدو بسيكاتر. واش يقول لك لي ميديسان بارابور او دونجي تاع وحده تحمل بار اكزومبل في واش مو 12 سنه ولا 13 ولا ما على باليش، واش هما لي دونجي؟ تسمع الكلش ماشي تسمع الحاجه اللي تنفعك، سينو اهل الاختصاص هذيك راك تجيب تبرير، وهذا حتى هذا في الاسلام ما يتمشاش بك تروح تجيب باش تجيب برك تبرير، هو تسمع فازي كوتان ولا شنو؟ اهلا بيك ابو شراك. لاباس الحمد لله، تفضل. نحييك، انا جو سوي ميزيلمون بصح شغل راني معاك يعني في كل المواضيع يعني اللي راك طرا عليها، واعطيك الصحه. مي اون فيت عندي كيسيون، باسكو انا كي كنت نقرا القران ديما هكذا يجيوني هكذا دي زيدي اللي نشوفهم بلي شغل ما نفهمهمش هكذا. كيما واحدة من الآيات اللي كنت نقراهم كيأمر سيدنا ربي كي خلق سيدنا آدم، ومن بعد أمر إبليس أنه يسجد له، وإبليس كيرفض. أنا جاتني نورمال، هو يعني من حقه يرفض يعني في الحالة هذيك. ومن بعد وراها في الآية يقول له لعنة الله عليك إلى يوم الدين. أنا شفت بلي كي قريت الآية هذه بنت شغل دين تاع خضوع تاع عبودية تاع لازم لك تخضع للأوامر، لاش تكون انت ماكش فاهم فهمني، باسكو شغل انت كي تخضع الامر ولا كي لازم لك اما يكون عندك فكره علاش انا نعبد علاه انا نسجد. الوغ في الدين الاسلامي انك تطبق هذه الاوامر وانت ماك فاهم والو. ومام كي كنا ان شاء الله روحي كي كنا في الابتدائي قرينا هذيك القصه تاع سيدنا ابراهيم كي جاه الوحي انه يذبح بنو، شغل جاه الوحي هكذا عادي راح ديريكتو مطبق. ونشفى مام الشيخ تاعنا كي حكينا القصه هذيك قالنا انتم كون ربي ما بعثش الكبش هذاك دوك نورمالمون كل عام والديك وباباكم يضحي بكم. ثم اسو بوين يعني حبيت يعني تناقشوني في الطرح هذا، اسكو فوزيت داكور؟ غادي نجاوبك مي ما غاديش نفوتو دقيقه باسكو انا نحب نحكي على النصوص خويا. هذا الكلام هذا ماشي انا حبيت نعرف الى كاتيان مسلم تاع تايوان برك هذا ما كان كيفاش؟ هل انت مسلم يتبع مذهب تايوان؟ ما انا مسلم ستاندار، انا مانيش ما فهمناش قال لك كيفاش مسلم ستاندار وانت راك ظاهر انك انت يعني راك اكثر منا. انا هذيك قلتها لي خفت من سكرات الموت وانت ما خفتش. لا من الله غالب انا شغل كي تانتربريتي لي تكست ماشي كيسيون تخاف لا ما تخافش دوك لي زيدي هكذا كي تقراي تكست تو تمي دون كيسيون دوك هذه هي انا برك انا حطيت اسكو شوف بارطاجي من العقل تاعك راه خدام مادام العقل تاعك راه خدام خلاص داك الخرافه وراك في الطريق الصحيح. مام تبقى في الاسلام جو بونس راك سلكت راك نحيت القدسيه العمياء وراك بديت تخمم في هذه الاشياء. اوكي تعيش بارك الله فيك. وعندي ثاني سؤال اخر معليش ما تطولش علينا باسكو مانيش حاب نخرج على النصوص. اوكي دونك نفهمك صديقي. اوكي تفهم تفهم تفهم, تفهم علاش مي هوبا ويدير هكذا باسكو حنا مصباح رانا نديرو حوارات مع مسلمين تاع السنه اللي دافعوا على الاسلام سنه دونك كاين اون سيغتان ديناميك راك شايف. ما تكيت مع واحد هكذا كيما انت يبا كاسي لا ديناميك راك فاهم. شو عندنا وعندنا والو ضدك سي جوست كو اون ما با اونفي دو كاسي لا ديناميك داكور بصح لازم تعرفوا ثاني هذوك الناس على حتى ما يقدروش يخشوا في ال معليش معليش نهضر على الناس. واش من السؤال تاعك الزوج؟ السؤال تاعي الزوج اللي يقدر يسمع اي انسان يقدر يشك فيه كيفاش يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان عنده هذاك لو كوتي بيرفير اللي تحكيوا عليه بزاف يعني هو كان قادر يمارسه وكان قادر يديره بلا ما يدعي النبوه. هذه اللي تجي ديما نسقسي انا ديفو نشك فيه هكذا مي نقول هو كان قادر يدير الحوايج هذو كامل بلا ما يدعي انه نبي. قلناش شوف دونك هذه لا كيسيون جامي قلنا احنا بيرفير ولا كوا كسو ما قلناش كاع الكلام هذا. نو لو كوتي بيرفير هو ديجا كالكان اللي يحب بزاف لي فام كالكان كي يطمع في طفله صغيره هذا سي اون طون تخ بارونتيز سي كالكان كي بيرفير. هذا رايك هذا رايك خويا ما شكرا ما هذاك صار لي ديناميك جو سي با بالك هيدي فيها. وهذا رايك خويا لا انت راك تشوف لي راسو بيرفير ولا صالح بيرفير مش عارف علاه تجي تقولها انت مسلم تقول في هذا الكلام وتجي تقول احنا جامي قلنا هذا الكلام خويا حنا ملحدين وما قلناش فيهم.
جامي قلنا هذا الكلام هذا، وهذه تاع واحد انه يستعمل بنت صغيره ما عندها حتى علاقه، يقدر يكون متزوج يكون عنده فتوى تحت واحد لو والشهوه تاع الرسول ظاهره، يعني عندنا ادله بان الرسول نعم كان على ايه ما علاش رانا نهضروا عليه هو سبيسيالمون طاح في واحد المغالطة منطقية بلو اون فرونسي يعيطولها لو بيي دو سورفيفون. اون فات حنا رانا نهضروا عليه ليس لانه كان عنده شهوات ولا كان شايف كان يتزوج مع بزاف نساء ولا يحب نساء ولا لا، رانا نهضروا عليه لانه هذا الشخص سي ان غورو دار ديانة واستعمل السلطة تاع الديانة هذه باش يلبي الشهوات تاعو. راه رانا نهضروا عليه يعني اشخاص اللي كانوا عايشين برك في وقته ولا قبله ولا بعده اللي كان عندهم نفس الشهوات وبروفيتاو من سا هادو ما داروش ديانة ولا نسمعوا بهم لحد الان. انا هو رانا نهضروا عليه لانه مازال عنده سلطة حتى اليوم. سي تو. سمير 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 أمي يب ما تروحش نيك السوا تاع عمك انت وجاك المحلول هذا جاك لطخو هذا دير السوا تاع عمك بيدك هذاك يقعد يقعد الملقط روح من هنا نيك فالا فاني توي تي زونغ يا جاك تريبنا. عندي تيوري فو انت وياهم كي راك الفن يغلب الفن يغلب ايه ترمتك اللي تغلب يا النقش انت اول معفن يا خامت لا قير ممكن نهار جاتك جابتك من لورا انت يا باين سي سي انت والنقطه هذا السام اللي فوق الاخر ما نعجبش وجهك ما نعجبش وجهك سكوا تاع مو بعد باين كي شعرت كي لعب فوق لما تترونسون بلا غيان والله تترونسون بلا غيان قاعد كي تصل الحاجه يا باسي كاست ما خدمتش انا قلت لك نضف لي الفارك وريت لي انتزون اللي خمت عليك لاقيت من العاهرة الزم الزم لكن باكي مي 400 بين غير مي تاع عمر الزاوية بين غير مي 400 قاعد يشوف فيك هذا ما كان يوم جاه وحدك خام جوا الفيا اليوم هذا تاع العراق يسمى فيك هذاك والله انك جوا الزم بسام جوا نيكولاس قاعد تشوفها وتلا الترمة تاعك انت والوصيفة الحالية تبعو الترمة كل نهار كامل تما لاعبين على ميكرو محدد وزاد تو ديب الدوفين و تو فا فينيغ جو فيك انسولتي تو فا جامي عرفها تو فا جامي عرفها إذا نقش لكم هذاك اللي كان يلفت من الشمس الحو الحو هالك يا هشام يحكي يا برد القلب يا سكوت الشكل يمك ميرسي اخي اني بخيم خلو اني بخيم خلو عن الحاجه اللي بيني كيفاش ما على بالوش باللي هذا السيد راح يكون مشهور عند المسلمين في العالم يعني انا باقي مخلوع كي ما يفهم ما قدرش يفهم هذه اللي هيجب وصلك اسمي السلام عليكم فيه اللي تشوف يعني كيفاش السيد ما على بالي باللي حصل يا رب السلام عليكم وعليكم السلام أزول. الزول في الهواء ايه وش هو الموضوع؟ هل انت مسلم اهل سنة والجماعة؟ ايه مسلم اهل سنة والجماعة تقدر تقولنا وعلاش؟ علاش؟ اخر كي نشوفوا مذاهب اللي راهم كاينين في الاسلام خاصة في العقيدة عندك اهل السنة والجماعة عندك الشيعة وفي الشيعة راهم تقسمون على شحال عندك المعتزلة
عندك الأشعرية. داكور داكور، راك تقول لي كاع واش كاين في قول لي برك، علاش انت راك مسلم؟ هذا ماك علاش راك خطر تامن؟ يعني حبيت نعرف هل تؤمن بالدين الإسلام هذا عن قناعة ولا فقط يعني عن وراثة وتلقين؟ عن قناعة. عن قناعة، يعني كاين أشياء قنعوك في الإسلام. إيه. اتفضل اعطينا الأشياء اللي قنعوك في الإسلام. خاصة في مسألة، صح، المسألة الأولى اللي قنعتني في الإسلام، أن الإسلام يحافظ على روابط الأسرة. يعني كيفاش يحافظ على رابط الأسرة؟ واش حبيت تقصد؟ دروك الأسرة لاحظنا في هذا المجتمع الغربي اللي راه لهنايا أكثر الهيارشي، التسلسل الهرمي في الأسرة، رجع المرأة والراجل كيف كيف، فارتفعت نسبة الطلاق، الأسرة ولت مشتتة، كاين بزاف عفايس ولاو يصراو، المرأة ولت يعني دير واش تحب، تخون راجلها، راجل يخون المرأة، يعني الأسرة تحطمت. على الأقل كان المجتمع الغربي كي كان مجتمع مسيحي، كان الأسرة كانت مترابطة، كانت الأسرة كخلية في شكرا المجتمع. شكرا، احنا نستعمل الحجة تاعك كما انت استعملتها. ماشي. يعني راك تقول الإسلام دين الحق، لهذا اللي قنعني، لأنه راه يحافظ على الأسرة، هكذا. شكرا. وراك قلت ان انت في الغرب، في الزمان الغرب كي كانوا يطبقوا المسيحية كانوا يحافظوا على الأسرة. إذن الحجة اللي تقول انه دين الحق هو الدين اللي يحافظ على لا لا الأسرة لا، ماشي، ينطبق. مازال ما لا كملتش، لا مازال ما كملتش، مازال ما لا كملتش. لا كمل الحجة كمل. اللي تقول، اللي استعملتها انت، يا الحجة اللي تقول أن الدين الحق هو الدين اللي يحافظ على الأسرة، إذا هذه الحجة تنطبق على المسيحية. المسيحية دين الحق ماشي لا الإسلام، لا لأن لا المسيحية لا 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 تحافظ على الأسرة. مانيش، هذه راهي كونديسيون ماهيش سيفيزونت. انا راك قلت لي، قول لي لي كونديسيون، هذه ماهيش كونديسيون سيفيزونت. لا تعرف ان شاء يعني الله تكون يعني هذه تعرف الحجة تنطبق على كل الأديان. اي دين سماوي، اي دين سماوي او اي وما دين. معلش، ما اعطينا معنى لا كونديسيون، اعطينا لا كونديسيون اللي ما تلقاهاش في اي ديانة اخرى وموجودة في الاسلام اللي جعلتك تختار الاسلام، باش نختصروا. هاي صح، باغ اكزومبل الديانات اللي رانا نشوفوا فيهم، كاين عندك الديانات السماويه والديانات الاخر اللي الوثنيه. نوخروا الوثنيه، على خاطر الوثنيه راهم يعبدوا، باغ اكزومبل يامنوا بعفايس ماهوش نورمال، فرض انه يروح يعبد لك الحجره، يعبد لك بقره، ويظن ان جاوب البقره افضل منه. معليش، ما راكش تجاوب على السؤال. جامبيان رامي من ربع فيس، ماشي نورمال، ماشي لا لا، نورمال. بارابور ا كوا؟ قصدي اسند اسند لا لا لا، اسمعني مليح، اسند. اسمعني مليح، اسمعني مليح. ماشي نورمال بارابور ا كوا؟ يعني رامي امنوا باشياء تتخالف الواقع، تتخالف الحقيقة، تخالف الفطرة. تخالف الفطرة ايه، تخالف الفطرة. اللي انا هي امن الإسلام، الانسان عنده اللي الفطرة. هي الإسلام. لا، الفطرة هي انك تؤمن بالله الواحد، هذه هي الفطرة. الله يعني تامن بالله الإسلام، هذه هي الفطرة. بالله الواحد. يعني كي ما تامنش بالله راك خالفت الفطرة، إذا راك تامن بعفايس ماشي نورمال. ايه، خمم شوية الحجة هذه، يعني ماكش تشوف فيها بروبلام، جاتك قول لي عادي. وراها البروبلم في هذه الحجة، قول لي. أنا كنت نستناك تقول لي كيفاش يامنوا عباش أنا بالإله تاعهم، الإله تاعهم معلش، راوي باين نعطيك بلي البشر اللي خلقوه. أنا بات أنا بات لك راح تستعمل هكذا حجة هذه باش تقول لي ماشي معلش، نورمال. نعطيك اكزومبل، أنت نعطيك راك اكزومبل، تستعمل، راك معلش نعطيك تستعمل، اكزومبل، معلش نعطيك اكزومبل، نعطيك اكزومبل تاع خوش اسمع، هنديه. ماكش راك تستعمل استدلال دائري. يعني احنا نقول لك واش هو اللي ماشي نورمال؟ واش اللي ماشي نورمال؟ هو الاسلام. اذا بيسك انت قلت ان الاسلام هو اللي نورمال، اذا على بها الاسلام دين الحقيقي ولا دين الحقيقه؟ هذا لا لا، احتمال يا صديقي. نعطيك اكزومبل. فرضا باغ اكزومبل الديانه الهندوسيه، الديانه الهندوسيه يامنوا ياك عندهم الهيرارشي في الالهه تاعهم. عندك الاله الاول يعني اللي يبدا كلش، هذا الاله شغل هما يامنوا باللي هو خارج المكان والزمان، وما يدير ولا اكت في الكون. بصح عنده مانيفاستاسيون، هذه المانيفاستاسيون تاعو يتمانيفيستا في ثلاث اشياء، في ثلاث الهه، يعني ثلاث مانيفاستاسيون تاعو. على بالك يا، البراهما. على بالك يا، ماشي، باش شوف نفهمكم، باش نفهمكم، باش ايه نفهمكم. راك كاين تستخدم، لي كونسيبت ايه شو باغ اكزومبل راك الهندوسيه. تستخدم معايير اسلاميه على نفس الهندوسيه، الشيء، لا نفس لا مش الشيء. فاهمين. نعطيك ايه اكزومبل، قلت لك الهندوسي، هندوسيه كاساس يامنوا بالاله الواحد، كهندوسيه يامنوا بالاله الواحد. بصح
حاجة إضافية اللي زادوها هي أن هذاك الإله مصباح يهضر معك، مازال ما فهمتش المشكلة نتاعك، راك غير تهضر بين سقسي. كون واحد كاين هندوسي راه يهضر مع جاك لوسيفر وسقساه على الإسلام، اسكو كان يستعمل نفس الحجة اللي استعملتها أنت ولا ما يستعملهاش؟ لا أنا شفنا لي ديبا ما بين الهندوسيين والمسلمين، باغ إكزومبل نعطيك إكزومبل الديبا الأخرى اللي صرات ما بين دانيال حقيقاتشو وواحد الهندوسي صرات، غير تفرجوها راهي في اليوتيوب. كفكره ما قدرش يفهمنا الفكره تاع شوف شوف باش نفريوها باش نفريوها. التوحيد هو المعيار تاعك؟ ايه التوحيد هو المعيار. اوكي سيدي نختار اليهوديه هي اللي توحد. اليهوديه نعطيك اكزومبل، اليهوديه في الزرادشتيه ايضا، معليش اليهوديه كأس كدين كاساس كدين الدين عنصري. ماشي عنصري يا سيدي، نو نقدر ندخل اليهوديه نقدر ندخل جامي تنتعد يهودي. ها يا خويا نعاود يهودي. اسمح لي يا بنادم، معليش نهضر لك. اسكو معليش معليش يا اخي، انت يا الكريتير تاعك واشنو هو؟ الكريتير تاعك هو التوحيد؟ لا لا ماشي برك توحيد. واشنو هو الكريتير واحد اخر؟ اعطينا كاع لي كريتير تاعك باش نفهم. نعطيك اكزومبل، نعطيك لي كريتيك تاعي تاع اليهوديه. الكريتيك ما تعطينيش لي كريتيك تاع اليهوديه، معليش راك قلت عنصريه. اوكي اعطيني واش اقل لوجيك تاعي، معليش اقل لوجيك تاعي. اعطيني هذاك في شغل يا عمر، هذا اسمع لي، اعطينا عمر علي حميد، اعطينا لي كريتير تاعك كاع باش اخترت الديانه، باش تختار الديانه تاعك انت، واش هما اللي راه دار ادعاء بيرفي وما سمعتوش؟ معليش معليش قالك العنصريه، قالك معليش اسمع ما تهضرش امام طو كيما الناس، باسكو اسمع مليح كي نهضروا. معليش معليش عندك الحق عندك الحق عندك الحق عندك الحق. راه دار ادعاء جاك لوسيفر، راه قالك الاختلاف بين البشر في الديانه. ها نو ما هو دار علاه في الاسلام بين سقسيك نعم الامه والحره كيف كيف؟ لا ماهوش كيف كيف بيان سور. اه كاين عنصريه بيناتهم؟ لا لا ماشي العنصريه، لهنايا الاماكن جات ان برودوي، جات كبرودكت الحاجه عارضه وهي الحرب، ما جاتش هكا وخلاص. تعرف واش هي لا سيغريغاسيون ولا ما تعرفش واش من بكري؟ اسمع لي اما ماكوش تخلوني نكمل النقطه برك. راح كمل الحروب بكري كان باغ اكزومبل المراه ما توشاش، كانت المراه دائما في الحروب كانت على اساس انها غنيمه تتحافظ عليها. بصح دروك في الحروب دروك ماهمش يتجملوا، راهم يقتلوا كلش، ماهمش يتجملوا كي مرا كي الراجل كي الغريان كاع راهم يكملوا معاه. اسكو الاسلام اسكو الاسلام حبس العبوديه؟ ما يحبسش العبوديه، خطر العبوديه. حتى كاين واحد الباحث امريكي مانيش فاش اسمه، خطر شتوها في واحد ديبا، باحث امريكي قال لك العبوديه كانت مبرره تاريخيا. حتى اسكو اليوم الاسلام حبس العبوديه؟ اسكو عندك صوره نفهمك عليها؟ خليني نكمل، ما تخافش بالعقل برك. اسكو عندك ايه اليوم في الاسلام حبست العبوديه؟ قالت لك بلي العبوديه حرام. مانيش نقول لك بلي الاسلام كان ضد العبوديه، مانيش نقول لك. معليش نكمل، اسكو الاسلام حبس العبوديه؟ واسكو الاسلام عنده ايه تحبس العبودية تمنع العبودية اليوم؟ أنا راني نقول لك الإسلام ما كانش ضد العبودية أصلا، ماشي حبسها. أوكي دونك راهم على سيغريغاسيون، دونك راهم على سيغريغاسيون. الناس ماشي متساوية، يعني كاين ناس أحرار والناس ماشي أحرار. واهما بس أوكي واش هو الفرق مع العنصرية؟ واش هو الفرق مع العنصرية؟ الفرق أن هذه العبودية اللي صرات كحا شيء عارم، يعني صرات حرب خسر فيها الطرف الآخر، هذاك الخاسر لازم واحد يكون معليش سؤال شكون ماريا القبطية؟ ماريا القبطية أما واش من حرب وقعت باش تحصلوا على ماريا القبطية؟ استقصي الملك اللي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك هو اللي استعبدها وراح يحقه. أنا نقول لك حاجة، اسمحوا لي برك دقيقة نقول حاجة. الملك اللي استعبد ماريا القبطية دار حرب. معليش أنا يا هو الرسول محمد أنا يا هو الرسول محمد اعطاني المقوقس. ماكش رسول. معليش انا يا في بلاصه محمد، انا انسان قذر
وإنسان ما رانيش إنسان يعني عنده المستوى تاع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أنا إنسان يعني وين نلحق المكانة تاعو، ما عنديش كاع، ما راني بعيد. أنا لو كان نكون إنسان ما يحبش العنصرية كما راك تقول، باسكو اخترت قلت لي اليهودية كاين فيها العنصرية، وإنسان ما يحبش كيف عد اللامساواة، وما يحبش الظلم. أعطوني ماريا القبطية وسيرين، أنا واش ندير كملحدة؟ أنا اليوم هكذا يا أخي، أخلق الرسول صالحة لكل زمان ومكان. يعطيني معليش نكمل دقيقة، نكمل برك. يعطيني ماريا القبطية واش ندير؟ نقولهم يا قريش هاو عطالي المقوقس زوج نسا، أنا يا الرسول يا خويا ما نديرش تفرقة ولا عنصرية ولا أي شيء ما بين الناس، نحب كاع الناس والله بعثني باش ندير العدالة. زوج نسا هذو هاو نوكلوهم نشربوهم نبروتيجيوهم نعطيو لهم حياة، ومن بعد إذا حابين يتزوجوا يروحوا يتزوجوا ويعيشوا بيناتنا. هو ماشي هكذا دار، عبالك واش دار؟ راح أحكم وحدة سيرين أهداها أعطاها هدية لإنسان وحدة آخر حسان بن ثابت، وحكم ماريا القبطية داها بلا زواج بلا أي شيء، داها نكحها فوق الفراش تاع المرة تاعو حفصة. فهمت؟ هذه قصة واحدة أخرى، هذه لا ماشي قصة واحدة أخرى، هذا هو هذا هو لب الموضوع. التحريم ما تقطعنيش، ما تقطعنيش، هذا هو لب الموضوع. داكو درك نخلي الناس واحد أخرين يحكموا واش هي الأكثر أخلاقية. فهمت؟ وشكون اللي يفرق اسكو الأخلاق تاعي أنايا ولا الأخلاق تاع الرسول؟ شكون اللي يدير تفرقة؟ وشكون اللي يقولك باللي الناس ما راهمش سواسية واللي يبيع في الناس ويشريهم ويغتصبهم وكلش، ولا الإنسان اللي يقولك أنا نعطي لهم حياتهم وخليهم أحرار؟ هذا مثال. معليش معليش نحضر شوية، مازال ماكش خليني أنا نحضر أخوي. أنا واش قصدي العنصرية؟ بايكزوف الديانة اليهودية أي واحد من غير يهودي راه بار ديفو قادر يكون سليف، بار ديفو راه سليف ليهم بار ديفو في الديانة تاعهم. لو كان تروح في السفر التكوين تاعهم بار اكزومبل كي يدخلوا على قرية، حتى ولو كان يسالموهم، في السفر التكوين، حتى ولو كان يسالموهم. شوف غادي نختصر لك الطريق. اليهودية شوف اليهودية خرافة وديانة عنصرية وديانة إجرامية، المسيحية ديانة خرافية ديانة إجرامية، الإسلام هل الإسلام ديانة إجرامية ولا لا؟ ديانة إجرامية. علاه ديانة إجرامية؟ مانيش نسمح انت دير في الادعاءات، سي با جاك ما منظرش يخلي، باسكو انا مانيش اونفورم. انا خليتكم انتوا حتى ما بايك دونك لي واحد يهضر معاك اليوم. مانيش قلت اليوم راهم يقتلوا النساء، اسكو اليوم عندنا معاهدات نحمو بها النساء والاطفال ولا ما عندناش؟ راهي بانت في فلسطين معاهدات كاع ماتوا. خلينا من العمل اللي عملوا به، اسكو عندنا معاهدات عندنا قوانين ولا ما عندناش؟ ما في الاسلام كانوا المعاهدات، اي معاهد ياك يقول لك من قتل معاهدا فلا يريح رائحة الجنة. ميرسي صديقي. هل كلام الله صالح لكل مكان وزمن؟ ها؟ هل كلام الله صالح لكل مكان وزمن؟ ايه نورمال مهم. هل الله سمح للمسلم ان يكون عبيد، يكون عنده عبيد عفوا؟ ايه الا كان باغ اكزومبل جات حرب والمسلم ربح. صديقي اسمع مليح. معليش. هل المسلم الان بكلام الله عنده الحق يكون عنده عبيد؟ عنده الحق. ايه نورمال. عنده الحق. ما معنى عنده عبيد؟ هذوك العباد هذوك وش يكونوا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث انهم اخوانكم وضعهم الله تحت ايديكم. كاين الحديث هذا صحيح في صحيح البخاري ولا مسلم ماني شايف. يعني باغ اكزومبل الله عز وجل اذا كان استعمل يعني حاجه مليحه العبود المرتبة تاع العبيد في الإسلام حاجة مليحة. مانيش نقول لك حاجة مليحة، بصح حاجة ماشي مليحة. عارض يسرى بعد ما صرات عفسة بايكزوم. صديقي جو مونفو واش يسرى، لا سي تري امبورطون، جو مونفو واش يسرى. انا حبيت نعرف كاين بنادم نملكو كملكي تاعي ندير به واش نحب، راك تسمع فيا، نقدر نبيعو نقدر نشريه ملكي سي بون، وكي نموت ولادي راحين يورثوه. كي شغل عندي طوموبيل ولا كرسي تاعي، وكي نموت ولادي راحين يورثوا طوموبيل وكرسي ويزيدوا يورثوا هاد العبيد.
هذه حاجه مليحه ولا ماشي مليحه؟ هذه راح عفسه اجبر عليها. نقول لك علاه معليش عطيني برك صديقي. شوف انا نقول لك من الاخر انا معليش ما نخليك تروح لي ادروات. لا لا نحب نهضر لك حاجه معقوله ولا حاجه مرفوضه؟ نعطيك حاجه معقوله اللي حاب نقول. ها واش قلت لك برك انا حاجه معقوله ولا مرفوضه؟ معليش يعني تذكرها ولا تقبلها؟ اذا كان باغ اكزومبل صارت حرب بين مسلم وكافر صديقي دو قلت لك جو مون فو واش صرا. كاين بنادم من منكو تاعي حاجه ما كاش عبوديه سوليسيون واحد اخرى ما كاش عبوديه. حتى بنادم ما يملك حد حتى بنادم ما يملك بنادم واحد اخر. حرب ولا ماشي حرب ولا نيمبورت كوا هاي ديك هاي سوليسيون واحد اخرى. صديقي جاوبني على سؤالي حاجه تتقبلها انت ولا ترفضها؟ تقبلها اذا كان تقبل شكرا. انا عندي النظريه تاعي نفس نظريه تاع مقبل اسم الدين ندي الناس يتقبلوا الذل والحقره على نفسهم. بيسك تتقبلها اسمعني مليحه بيسك تتقبل انه شخص يملكه شخص اخر كملكه وكيموت يورثه ولاده وهذه حاجه مقبوله. وكان واحد القاعده الذهبيه يقولوا ما نقبلش على الناس الاخرين واش ما نقبلش على روحي. شو هذه عادي الناس قاعد يديروا هكذا حاجه نرفضها على نفسي نرفضها على على الناس الاخرين باسكو سي نوت تولي ايبوكريت راك فاهم بيسك انت تتقبل انه شخص يكون ملك شخص اخر وفي رايك حاجه مقبوله وحاجه عاديه تتقبل انه انت تكون العبد تاعي انا دائما تقبلش بين راني حد دابز على روحي هاودي هي الحرب راه دابز على روحنا. صديقي درنا حرب وخسرت هذا مش معناتها درنا الحرب دارت حرب معايا وخسرت الحرب. تتقبل تكون العبد تاعي السكلاف تاعي انت قبلها انا فرضت في هذا كان موت وما نكونش عبد انت هذا ما كان. مش قلت لي حاجه مقبوله الى حاجه مقبوله تقبلها على الناس الاخرين علاش ما تقبلهاش على روحك؟ علاش ما تقبلهاش على روحك؟ يا كاين انواع تاع الناس كاين الناس باغ اكزومبل اللي ما يبغيش يموت بلا 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 بلا. صديقي قلت لي شيء مقبول يعني قبلته على الناس الاخرين علاش راك ترفضوا على روحك؟ هل انت ايبوكريت؟ هل انت يعني هل انت ايبوكريت؟ باينه بلي حد يدير قال الاخر تاعها باغ اكزومبل انا باغ اكزومبل نربح دوله ربحت هذه معركه. صديقي ما تحكيليش قصه ما تحكيليش القصه تاعك ما تحكيليش قصه جو مون فو درنا حرب وخسرت حرب. تقبل تكون عبيد تاعي كيما ينص عليه الاسلام ولا لا؟ ما نقبلش بيان سور ما تقبلهاش. وعلاش تقبلها على الاخرين وترفضها على نفسك؟ ما عندكش انسانيه؟ لا ما عندكش انسانيه؟ لا كيف الانسانيه دروك باغ اكزومبل الحرب اسكو الحرب فيها انسانيه ماش فيها انسانيه الحرب؟ شكرا جزيلا اخي انا باش نهضر معاك دوك الا حبوا الاخرين يهضروا معاك انا معليش خلي مادام ما نكذبش عليك هذا مبلع انا ما نكذبش عليك ما حبيتش نطول معاه كاع باسكو قالها في الدوبي قال لك دوكهم يقتلوا النساء ويهضر لي على فلسطين ما عنده حتى علاقه. شكرا خويا هذا هو هي قضيه تاع قبليه سي اون كيسيون تاع يعني تنتمي درك تاع الاسلام داخل الاسلام حلالي الا درك خارج تاع الاسلام ماشي حلال توجور لا ميم شوز اون ريفيان لا ميم شوز وي جوستيفيك وي جاك ما كاينش مشكل جوستيفيكاسيون يعني قال لك الحرب الاولى استعمل المنطق مين عطيت له قلت له سيدي تفضل ها ماريا القبطية نعطيها لك من طبق من ذهب اعطاها له كادو اعطيته انت الدليل قلت له اوكي اعطاها له كادو من المفروض هذا خير خلق كان يجيه جبريل كل 10 ثواني كان يقول له سيدي مدها ما مدهاش داها هو والمصيبه مش راهي لازم تكملوا لي الصوره انت قلت له قد معاها عند حفصه القصة لم تنتهي هون راهي ولدت الول وما حررهاش وبقات عبدة بقات تعاني مسكينة حتى في وقت عمر بن الخطاب. هذه هي المصيبة الإنسانية تاعو حتى مات وخلاها تتعذب ما بقاتش غير هنايا. ولكن هاد الناس هادو كيما تهضر لهم راه عندهم هاد. تفضل موحى حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ ميوبا أنا حبيت نهضر على ضرب المرأة في الإسلام ولا ممكن ويت. قد سمعت مقبل جاك لوفو هدر على هذا الموضوع وقال يعني هدر على الآية اللي تقول فضربوهن على الآية اللي تقول هو التي تخافون من توهن. الله ذات التوعير ما تعرفهمش. لا نعرفهم بيان سور نعرفهم. يعني واش مضاري نقول انا شكون يطلعوا عندي يناقشوني يطلعوا عندك يناقشوك
المسلمين سواء كتابي ولا كتابي سني. جامي الا طلعت عندي، الا طلعت عندي صار ناقش فقط اهل السنه والجماعه، اذا ماكش من اهل السنه والجماعه انزل محترم خويا. لا لا بصح تكلمتوا على ضرب المراه في معليش ولا ماشي سنه. عاود السؤال، اذا ماكش من اهل السنه والجماعه انزل محترم خويا. طيب صح هاي اللي كانت جيت نهضر على الايه ونقول لكم على ضرب المراه. اسكن انت اهل السنه والجماعه والله واه ولا لا؟ اه انا من اهل السنه. نعم تفضل. واش يقول اهل السنه والجماعه؟ واش يقول الطبري؟ واش يقول الطبري شيخ المفسرين وابن كثير في هذه الايه؟ اسكو يقول باللي الراجل عنده الحق يضرب المراه ولا ما يقولش؟ لا لا انا نتكلم على الايه اللي تقول التي تخافون نشور. نعم هذا واش يقول بويسك انت من اهل السنه والجماعه؟ اهل السنه والجماعه انا ضلت على الايه اللي كاينه في كتاب ربي في القران. نعم اسمع مليح واش نقول لك. انت قلت دروك انت من اهل السنه والجماعه، أهل السنة والجماعة كي هذه الآية ما يروحوش يشرحوها وحدهم، يروحوا عند الطبري ابن كثير البغاوي القرطبي، هذا واش يقولوا في التفسير. وانا نعبد الطبري، انا نتكلم لك القرآن، واش يقول القرآن؟ هذا ماشي سنة، هذا يكذب نورمال يقول لك أنا سنة. فهمت حبيبي؟ ماكش من أهل السنة ماكش مشكل، ما تحتاجش تجي عندنا حبيبي. عندك الحق أنت ما تكونش من أهل السنة والجماعة، ولكن احنا ما عندناش، أنا فقط ناقش أهل السنة والجماعة خويا. قول لي الضرب واضربوهن واضرب بجلبابك والاخرين تاعك الخرطي هذا تاعك، روح عند اهل السنه والجماعه كلهم. ويسلم عليكم شاكور. شيكور السلام عليكم. وعليكم السلام شيكور، واش راك؟ والله الحمد لله. انا مشوف انا ما راح نهضر لا على هذه، ما راح نهضر على حتى موضوع، والله ما راح نقول كلمه دونيه، حلفت. معليش انت من اهل السنه والجماعه خويا. هذا صبر نعطي لك حاجه، والله كاين ناس اللي ما على بلاش كنزة، غادي نعلمك الا حبيتي، غادي نديرو دروس نهضروا على الديمقراطيه ونهضروا شنو هي الديكتاتوريه، نهضروا على ليسباس بريفي ليسباس بيبليك. بس انا نقولها لك شوي ديزولي مدام كنزة، مع كل احتراماتي سي ان غون بروبليم ميم عند لي زانتيلكتيال الجيريان، باسكو ما نكذبش عليك هذه المفاهيم والمصطلحات ميم فرونسي مي هو تقدر تزيدها. وي سي ان غون بروبليم مدام، ما على بالكش بلي هذا الكلام اللي قلتيه سي غاف مشكله، وقيلا انت راكي درستي ولا دخلتي الجامعة، باسكو سي غاف على بالك بلي مدام هنا ما كاش حاجه ديكتاتوريه وقمعيه، ما كاش حاجه اسمها حريه التعبير، على بالك بلي راكي في انيسباس بريفي، راكي في داري هنا. مي البروبليم تاعك ماهوش هو، انا نقولها لك كما قال لك جاك دروك، راهي لي فرونسي ميم دي زالجيريان سي انكرويابل في التعريفات وضبط المصطلحات غير نيمبورت كو. مدام انا عندي هذا ليسباس تاعي بريفي دايرون نحكي مع اهل السنه والجماعه، وشرحت لماذا نحكي مع اهل السنه والجماعه، انهم يمثلوا السلطه الدينيه في الجزائر، يمثلوا 98% من المسلمين، يمثلوا مليار ونص مسلمين. انا كي نحكي مع واحد قراني يمثل 0.0000 ويجي عندي انا ويقول لي لا تعني هذه وانا ضد الضرب، هاد السيد علاه نحكي معاه؟ كي نبغي باسكو انا مناضل، كي نحكي مع هاد السيد راني نضيع في وقتي، راني نقصر معاه. كيش راني نحكي مع النص الضرب ماشي الضرب، نضيع في وقتي. انا اللي مناضل، انا نحكي مع هاد الناس اللي يقول لك الراجل عنده الحق يضرب المراه، واللي راهم يستعملوها، اللي راهم يقول لك الراجل عنده الحق يتزوج ربع نساء وحده وزوج وثلاثه واربعه، يقول لك المراه الشهاده تاعها ما كاش، الميراث تاعها النص، ويستعملوه في القانون باش يقمعوك. هادو الناس اللي انا نهضر معاهم، لكن نهضر مع واحد باش نضيع وقتي ما عنده حتى تاثير، وزيد خواف يجي عندي انا باسكو هو كون صح مناضل وراه عنده نفس القيم هادو وثوابت، يروح عند اهل السنه والجماعه اللي هما يمثلوا الاغلبيه، يقول لهم ما داركم غلطين، هاد التفسير هذا اللي راه تستعملوا الدوله الجزائريه في وزاره الشؤون الدينيه هذا سيفو، حبسوه ولا يخرج يدير صورته ويهدر مع الجزائري ويقول لهم يضحك على الطباري. نتحداك يحل الكاميرا تاعو ويهدر على الطباري وابن كثير كيما كيستهزا به، قانون 144 مكرر ثاني دخلوا السجن، بس يجي يتخبى مرايا انا. لازم تفهموا هذه المصطلحات، نضل نكسر مي غادي راح نحكوا عليها. انا ديسيديت بلي راح نحكي كثر سياسه باسكو سي انكرويابل، راني نسمع ناس راني نتشوكا. ويتفضل طارق خويا. طارق علاش ما قلتش الامه هذيك صفيه كانت عبده من قبل كي هداها تهدات للرسول؟ ديجا كانت امه ما كانتش حره. داكور صديقي طارق، باش نشوفوا اسكو شكون خير، انت ولا الرسول؟ سهله، الرسول صلى الله عليه وسلم خير. دوك نشوفه. انت صديقي يعطولك عبده، يعطولك امه، تحررها ولا تقرديها عبده؟ ريبوندي صحه. الناس عم يسمعوا فيك.
اوكي انا نجيبها عند ارض المسلمين خلينا ما تقعد عند ارض الكافرين. صديقي جاوب على سؤالي، انت يعطولك عبده اما اسكلاف تحررها ولا تقارديها اسكلاف عندك؟ صديبو ممكن قارديها، ممكن صديبو المرأة ممكن تقارديها، تقارديها كوم اسكلاف، تكون عندك امرأة اسكلاف تاعك نورمال تقارديها. لا لا هم اخواننا، وش معنى عبده انت تطيح بها عبده؟ هذه عبده هي انت. انا نحررها ديركت سيبو، انا تاني نحررها ربي ربي دوك انت تحررها، دوك انت تحررها يعني انا بك بك هذه الحاجه المليحه اللي دير كي يعطوا لك عبده الله غالب كانت عبده عند واحد اخر عطاوها لك، انت تحررها، انت ما راكش اسكلافاجيست. الرسول حررها مي حر، كاين وين حرر عباد وقت اخرين؟ هل الرسول حرر ماريا القبطيه ولا ما على باليش؟ ما على باليش حررها ولا ما حررهاش؟ ما الى ما على بالكش ما كاش مين تتا احنا نعطولك المعلومه راه ما حررهاش ومارس معها الجنس كعبده، حاجه مليحه هذه ولا ماشي مليحه؟ حاجه مليحه، حاجه مليحه ليها. انا كون جيت امراه ماذا بيا واحد يكاليني من تالي يعطولك عبده؟ انا كون جيت امراه ماذا بيا واحد يكاليني من تالي؟ سبحان الله. لو كان جيت مرأة تحب واحد يكالي من تاني ايه عادي يعطيني حقي هكذا تدافع على دينك انت؟ هني نقول لك هذا هو ايه هكذا تدافع على دينك؟ هكذا ندافع على ديني ايه دافع على دينك. لو كان جيت مرأة تحب تكون عبدة ويكاليوك وي اذا اغتصبت ارض المسلمين، اذا رحت انا وراجلي واغتصبنا ارض المسلمين ومن بعد ردوها وحكموني اسيره عادي على مريم يعني. معليش معليش ميهوب معليش معليش دوك عندي الحق انا كي نقول بالدين نقدر نرجع الناس يديروا ويقولوا عفايس يعني عفايس غراف باسكو واش راك تقول دركا سي تري غراف صديقي يعني جوست باش برك تدافع على افعال الرسول انت راك قابل مام لو كان جيت مراه تكون عبد عند راجل ويكالك جوست باش تدافع على الرسول. لا انا كنت جيت كافره، كون جيت كافره جاك ماشي لازم يكون مراه، يقدر يكون راجل ويطيح عند اسكلافاجيست جاي ويقدر يعني هو ومرته يكونوا عبد يكونوا عبد عند 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 مسلم والمسلم يكالي مرته وانت تسكت. قال لك انا لو كان جيت كافره، قال لك لو كان جيت كافيرا نحب هاو عرف الجواب. ايه هذه هي انت يا كيما علاش ماريا القبطيه مسلمه؟ لا بلاك كيما هذاك قالوا له يا لو كان انت راك راجل، لو كان تولي امراه، لو كان كيجي سحار يدير لك هاك تولي امراه، قال لك واش دير؟ قالوا نبدا نمس في لابواترين تاعي ونلعب بها، فهمت يعني؟ حتى راحوا في بلاصه تاع كافيره ويفكر بالتفكير تاع راجل مسلم يعني. انا هذه اللي تضحكني. قولوا كان كافر هو اللي يدير عليك الحرب ويسبك. بصح واش قال لكم؟ كان يكمل معجك قال لكم اختصبت ارض المسلمين ماريا القبطيه، ما اختصبت ارض المسلمين، عطاها له كادو ومسلمه ولدت له ولده وما تزوج بها وما تخليها عبده. بصح انا نقولها لك نعاود نرجع لهضره تاع جاك اللي قالها باسكو سي غاف، وانا قلتها سي دوماج ما كاينش دي زيتود اللي تبقى خالده. انا قلت لك باسكو هاد الناس هادو الموند لازم يعرف كيفاش الدين يخلي. ما تخافش ميهوب، انترنت ما ينسى والو. نو بصح وي جوستومون بصح جاك انا نقولها لك انت لا خلعت كلاش ان يوتيوب، خلعت كلاش ان يوتيوب نتاعك 2000 واحد يتفرج فيك قال عينك 2000 واحد معليش باش تعرف الناس هادو. انا نقول لك جاك ماشي كاع الناس على بالهم، انا نقولها لك بلي كاين مسلمين، اسمح لي بلي كاين ايديولوجيا تخلي شباب يخمو كيما هكا في 2024، بالك تحسبها نورمال كاع الناس على بالهم؟ على بال وي ميهوب كاين ناس على بالهم وهذا هو الهدف. معليش ميهوب نقول برك كلمه على العبوديه باسكو حاجه مهمه جدا. حنا رانا عايشين في 2024، انا نقول لكم في 2024 البشر كاع تفاهمنا حفصه دوكا انتما حبيتو تخالفوا خالفوا، مي انا نقول لكم واش هي النتيجه اللي لحقنا لها في 2024. عندما شخص يملك اسكلاف عبيد يعني فعل واحد فقط مقبول، يعني ان سول كومبورتمون اي تاكسبتي. وكي نقول فعل واحد يعني فعل اخر من غير هذا الفعل يعتبر جريمه 2024. والفعل هذا هو أنك إذا تملك عبيد يجب تحريره يعني سور بلاس، ولا ما حررتوش
راك ترتكب جريمه. هذه البشر، البشر وحدنا بلا الله بلا براهما بلا جيزو بلا حتى واحد الحق لنا هذه النتيجه. اذا تملك عبيد تحرروا سور بلاس، ولا ما حررتوش يعني ملكتو ارتكبت جريمه. هذا هو الفعل المقبول الواحد يعني الوحيد. بصح هل هذا ما ينص عليه الاسلام؟ بالطبع لا. عند الله نعطي لكم مثال، عند الله كاين مسلم يملك 10 عبيد تاعو، وقال لك انا نحرر نعتق رقابه تاع 5 لانه ما بايش كانوا ملاح معاه، عتق 5 وقارده 5 قارده 5 كعبيد حتى مات وعطاهم لولاده يورثوهم. هذا مسلم. هذا المسلم كي دار هذا الفعل يعني قارده 5 سكلاف بهذا الفعل عند الله، هل ارتكب جريمه؟ لا ما ارتكبش جريمه، يعني بهذا الفعل ما دار حتى عكس حرام. لكن عند البشر، عند البشر بنادم كان عنده ديز سكلاف وحرر 5 وقاردة 5، هل ارتكب جريمة؟ نعم ارتكب جريمة. دوك انا خليكم تخيروا في اما في اما كيفاش يقولوا، واش من مجتمع راكو حابين تعيشوا؟ مجتمع وين الشخص اللي يملك عبيد عادي، ولا فيكم حابين تعيشوا في مجتمع وين الشخص كي يملك عبيد يعتبر مجرم؟ انا راني حايب نعيش في مجتمع وين الشخص كي يملك عبيد مجرم. واش بونس نتوما تاني؟ نتوما تاني راكو عايشين في 2024، مي باش نبنوا هذا المجتمع نقدروا نبنيوه بكلام الله؟ ما نقدروش. نقدروا نبنيوه الا بكلام البشر، لانه كلام الله كيما راهو يبان كلام فاسد ما يصلحش في وقتنا، وحاجه عاديه كلام الله ما يصلحش في وقتنا، لانه كلام الله ليس كلام اله، كلام تاع البدوة تاع العباد اللي كانوا عايشين في القرن السابع في السعوديه. لا بروف قال لك تقدر تملك عبيد، نحن دور كان ما نقدروش نملكوا عبيد جريمه. مي عباد اللي عاشوا عندهم 14 قرن كانت شيء عادي ليهم تملك عبيد، ولا تضرب مرتك، ولا تزوج بطفله صغيره، ولا عندهم كانت عادي. والكلام تاعهم هذاك اللي راهم يلقنوه لكم يقولوا لكم هذا كلام اله خالق الكون، انا راكم سي فو باينه تعيط، افتحوا برك عينيكم تشوفوا. شكرا لكم. وي باغي نزيد غير نقطه واحده للتكمله للكلام اللي كان يقول فيه جاك، باسكو ليكزومبل اللي مدوكم تاع كان عنده 5 ويمد 5، راه جاك مدو هو بالك باغازار، مي هذا العمل قام به الرسول باش تفهموا مليح. راه حديث صحيح وين جا شيخ كبير للرسول كان عنده 6 تاع العبيد، وهذا الشيخ كان قريب يموت يعني كبير وكلش، بغى كما يقولوا بغى كان عنده هذاك الذنب ولا الضامير بغى يحررهم في 6. واش دار الرسول؟ سمعوا المصيبه اللي دار هذا كما قال لك جاك دروك، جابهم في 4 في 6 ماشي حب يحررهم، يهب حررهم. وي حررهم، وي 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 جستو حررهم، حررهم كي جابهم عند الرسول كان ديجا حررهم. وي الحديث راهو واضح. وي وي واش دار الرسول؟ دارهم قسمهم على 3 جروب زوج زوج زوج، ودار القرعه بيناتهم. شوفوا خير خلق الدين هذا اللي قمت تهضروا عليه انتم، لان انا نهضروا عليه نقولوا اجرامي منذ الوهله الاولى، هذا خير خلق اللي كان يجيه جبريل قسمهم زوج، يعني كي شغل مانيش عارف ما تقدرش مامبا حيوانات الا كانوا عندك ربيتهم وكلش غادي تبكي غادي يضرك قلبك، كي شغل حجر هكا حطهم زوج حجرات زوج حجرات زوج حجرات بيان سير، دار القرعه بيناتهم حرر زوج ورجع له 4، وفي اخر الحديث واش يقول لك؟ واستعبد 4. وي واستعمل رجع له 4 باش يخليهم عبيد عنده، وسمعوا مليح في اخر الحديث، وقال له قولا شديدا في اخر الحديث، زاف عليه قال له كيفاش غادي تحرر العبيد؟ ثاني الحديث الاخر تاع ولماذا مصح... علاش دار هكذا؟ لانه هذا العبيد كان هذا واش كان يملك هذاك الشيخ؟ الحديث ينص يقول لك الشيخ هذا اللي كان راح كبير في السن هذا واش كان يملك؟ غير 6 عبيد، دوك رجع له 4 حرر غير زوج، الوغ هو كان حاب يحررهم في 6، قالوا لا لا حرر غير زوج ورد في 668 باش نقول لكم باش ما يقولكش راهي، وكان هذا راه عند البخاري ثاني تلقاوه لتحت تخريج من افرد مسلم على البخاري. وكاين حديث وين يقول لك الزوجة تاعو ميمونه تاع الزوجة نو تاع العبيد اللي فر ما عرفتش كيفاش يقولوا لي عبد الابق، هذيك اللي حبيت نقولها ايما عبد ابق، فهمت؟ ايما عبد ابق اوكي من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم ولا تقبل صلاته. يعني واش معناتها؟ معناتها كي تهرب من السيد تاعك هما يقولوا لك ماشي كفر كيما نقولوا حنايا كفر، هو عندي جوستومون خرجت ايه ايه
معليش باش تشوف يعني جوستومون هذا هو البلوز امبورطون. واما قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فليس المقصود بالكفر هنا الكفر المخرج من مخرج من المله، وذلك باتفاق اهل العلم، لكنه محمول على كفر دون كفر، بمعنى ان هروب العبد من سيده من المحرمات الكبيره التي تكاد تصل بصاحبها الى الكفر، لانها من شعب الكفر واعماله. فهمت؟ واش على واش يقول لك؟ قال لك باسكو راك هذا جحود لنعمه. فهمت؟ يعني انت راك اسكلاف تهرب باسكو توصل لي ميم لي زانيمو يحوسوا على لا ليبرتي تاعهم، tu veux être souverain.